يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته الحفلة الختامية لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 22، وذلك في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم غد، وذلك على مسرح قصر بيان. هذا وقد أنام سموه رعاه الله سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لحضور الحفل. أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم موافقة المجلس على إحالة الخطاب الأمري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأمري البرلمانية. وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية اليوم إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة، إذ استكمل عدد من النواب المسجلين في كشف المتحدثين في هذا البند حديثهم. استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعقد معه لقاء مغلقا لم ترشح عنه أي أنباء بعد. وصل الوزير الروسي إلى المملكة العربية السعودية أمس قادما من قطر في إطار جولة خليجية. استأنف مكتب النيابة العامة اليابانية اليوم قرار المحكمة إطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غوسن بكفالة، وفق ما أفادت محكمة العاصمة اليابانية، ما قد يرجو إخلاء سبيله. وكان القاضي وافق قبل ساعات على طلب غصن إطلاقه بكفالة تقارب 8 ملايين يورو وبشروط صارمة تضمن بقائه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.